السلام عليكم ورحمة الله. أعزاؤنا طلبة وطالبات الثانوية العامة، لقاء جديد ومدرسة على الهواء ومادة الجغرافيا، ومعنا الجغرافيا السياسية. سعدنا أن نصحبنا في هذه الحلقة الأستاذ أشرف عبد المنعم، خبير المادة بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا أستاذ أشرف، أهلا بك أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟ الله يخليك. أبنائنا الأعزاء، بنواصل مع بعضنا دراسة منهج الجغرافيا السياسية. إحنا في الوحدة الأولى وصلنا فيها للمقاومات الطبيعية، وإحنا علمنا جيدا أن الجغرافيا السياسية هي مادة تهتم او علم يهتم بدراسه المقاومات الطبيعيه اللي هناخدها النهارده، والمقاومات البشريه اللي هناخدها بعدين، واثرهما في قوه الدوله وعلاقه الدوله الخارجيه. طيب النهارده هناخد مقاومات طبيعيه وازاي اثرها بقى في قوه الدوله وعلاقتها الخارجيه، يعني في وزن الدوله السياسي وفي طبعا قوه الدوله. استاذ اشرف، عايزين نبدا مع حضرتك. المقاومات الطبيعيه، هل هناك اهميه لدراسه المقاومات الطبيعيه بالنسبه للدوله؟ اي دوله تتوقف قوتها على حاجتين يا استاذ احمد، على المقاوم الطبيعي اللي موجود عندها وكفاءه العنصر البشري، تمام. لان الاتنين دول بيلعبوا دور مهم جدا في وزن الدوله السياسي. العنصر البشري هو اللي بيستثمر الارض وبيدي ليها قيمه، وهو اللي بينتج ويطلع لك، ينتج تكنولوجيا ويزود في راس المال ويخلي الدوله قويه، يصنع سلاح الى اخره. تمام. والمقاوم الطبيعي هو اللي الانسان هيستغله، اللي هي الموارد اللي موجوده بالفعل والانسان يستغلها. تمام. بس قد يكون المورد الطبيعي او المقاوم الطبيعي ليس موارد فقط، يعني ممكن الموقع يستغل كمورد ويلعب دور مهم جدا في قوه الدوله وعلاقاتها الخارجيه. زي مثلا مصر تقع في قلب العالم في موقع متوسط، فلذلك العلاقات الخارجيه او العلاقات الدوليه بتاع مصر تلاقيها متشعبه وقويه، تمام وتسعى جميع دول العالم لإقامة علاقات ودية مع مين؟ مع مصر. تمام ده الموقعها الجغرافي، موقعها الاستراتيجي. كمان المساحة بتلعب دور جدا مهم جدا في قوة الايه؟ الدولة. يلعب كمان دور مهم مناخ الدولة، بيحدد لك الأنشطة البشرية. كمان يلعب دور مهم جدا التضاريس. التضاريس دي خطيرة جدا وبتأثر في حاجات كتير قوي، واهمها سير العمليات العسكريه واستثمار الموارد المائيه والمعدنيه والنشاط وتوزيع النشاط البشري. تمام. كمان يلعب دور مهم جدا النبات الطبيعي. يلعب دور مهم شكل الدوله. اذا لو احنا بنقول مقاومات طبيعيه وبنقول ليه بندرس المقاومات دي، يبقى من خلال الكلام ده هتتضح نقطه مهمه جدا لمعرفه قوه وضعف مين؟ الدولة. الدولة هقدر احدده من دراسة اللي هي المقاومات. كمان لمعرفة وزن الدولة السياسي وعلاقاتها الخارجية. تمام. ده كده سؤال بيقول ايه؟ لماذا ندرس المقاومات الطبيعية؟ طب واحد يقول لك هو ما كتبش كده في الكتاب. طب انت واخد في تعريف الجغرافيا السياسيه ان الجغرافيا السياسيه فرع من فروع الجغرافيا البشريه، بيدرس المقاومات الطبيعيه للدوله والمقاومات البشريه واثر ذلك على وزن الدوله السياسي وعلى قوة علاقاتها اللي تمام هي الايه؟ اللي هي الخارجيه. الخارجية. تمام؟ إذن على الطالب أن يستنتج أن المقاومات الطبيعية نستطيع بها إدراك الإيجابيات والسلبيات في الدولة، مواطن الضعف والقوة في الدولة، علاقة الدولة السياسية سواء الخارجية أو الداخلية، يعني منها نستطيع يستنتج الطالب الكلام ده كله من خلال المفهوم اللي حضرتك قلت عليه. تمام. تمام. طيب عايزين ننتقل بقى إلى أول مقوم من تلك المقومات الطبيعية، ولنتحدث مثلا زي ما حضرتك قلت لنا على الموقع. أما بتيجي تتكلم عن الموقع، أنت الموقع هنا لازم تحدد كلامك فيه في نقطتين، يا إما موقع فلكي يا إما موقع جغرافي. تمام. يمكن موقع جغرافي متشعب شوية. الموقع الفلكي هو متحدد بالنسبة لمين؟ لخطوط إيه؟ الطول طول ودوائر العرض. يعني ودوائر أبنائنا الطلاب عارفين طبعا تعريف الموقع الفلكي. عرض. ده الموقع الفلكي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. نشوف تمام. مين الأكثر أهمية. طيب ممكن أصيغ دوت لحضرتك في سؤال ونقول ما العلاقة بين الموقع الفلكي وقوة الدولة؟ ما العلاقة العلاقة، بين الموقع؟ ما العلاقة بين الموقع الفلكي وقوة الدولة؟ أنا هكتب سؤال لحضرتك. على أساس أبنائنا يعني سؤال ما العلاقة ده بيكون بالنسبة لهم من الأسئلة
اللي بتوقعهم في حيرة شوية. ما العلاقة بين الموقع الفلكي الفلكي وقوة الدولة. وقوة الإيه؟ وقوة الدولة؟ الموقع الفاخر زحمة. خلينا نشوف خريطة كده للعالم، واحنا من خلال خريطة العالم ممكن تتضح رؤية معينة عندنا، أو خريطة القارة مثلا من القارة. أدي خريطة العالم أهي زي ما احنا شايفينها، دي كده خطوط الطول، ودي كده دوائر العرض. دوائر العرض تمام، هي أدي موجودة خط عندنا دائرة الاستواء وخط جرينتش اهو شايف خط موجود. جرينتش فين؟ ده خط الطول الرئيسي اهو، تمام، دي مر بدولة عربية اللي هي الجزائر، الجزائر تمام. خلاص، ومر بفرنسا، بريطانيا، تمام. أوكي. وهنا دائرة العرض الرئيسية اللي هي الدائرة الاستوائية، تمام، بتنصف افريقيا، وهو الطالب عارف الكلام ده. تمام. خطوط الطول بتعرفك الزمن، يعني تمام، خط الطول ده هو بيحدد لك الزمن. يفيد في الزمن. تمام. اذا كنت في شرق الكرة الارضية يختلف الزمن عن الغرب، تمام. والبعد عن جرينتش، ومعروف ان الفرق بين كل خط طول واخر اربع دقايق. دقائق. تمام. فهنا بنشوف ايه قصة خطوط الطول ودوائر العرض في قوة الدولة. خلاص خط الطول عرفت بيحدد الزمن، لكن تعالى بقى نشوف دوائر العرض. كل ما انت قريب من خط الاستواء المناخ بتاعك حار، كل ما بتبعد عنه في الشمال او الجنوب يعتدل. الاثنين بيبدأ المناخ درجة الحرارة بتقل على حسب تعامد اللي هي أشعة مين؟ الشمس. أشعة الشمس. تمام. ما في دول بتمر بيها أكتر من دايرة عرض. عرض. تعال شوف الولايات المتحدة الأمريكية بتمتد إزاي في الكرة الأرضية. ده استنتج من ذلك ان اكثر من دائرة عرض يبقى اكثر من درجة حرارة، بالتأكيد اكثر من انتاج. يبقى هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، إن دوائر العرض بتؤدي لاختلاف المناخ، تمام، وبالتالي هيختلف معاك النشاط البشري، هيختلف انتاجك من المحاصيل. تمام. ولذلك لما الطالب بيدخل جوه شويه ونتكلم عن المناخ، يقول لك من الدول اللي بتحقق الاكتفاء الذاتي الولايات المتحده الامريكيه، تمام وزياده كمان تمام عندها اكتفاء وفائض. فعلا. وده ليه؟ لان هي بيتنوع فيها المناخ، فبيتنوع فيها انتاج المحاصيل، فبتلاقي فيها محاصيل حاره في الجنوب، هنا يزرع القطن وقصب السكر، تمام. بعد كده محاصيل معتدله، معتدله بارده، الذرة فتلاقي عند في القمح. تبادل بين اقاليم الدوله، وبالتالي بتحقق اكتفاء مين؟ ذاتي. اكتفاء ذاتي. تمام. إذا دوائر العرض هي أكثر أهمية من خطوط الطول، لأنها بتوضح حاجتين مهمين جدا يا أستاذ أحمد، حدد لك الملامح العامة لمناخ مناخ الدولة الدولة والنشاط الاقتصادي أو والنشاط النشاط الاقتصادي. البشري. تمام. يبقى هنا أنا لو أنا هجاوب على العلاقة ما بين الموقع الفلكي وقوة الدولة أقول إيه؟ تؤثر أقول دوائر العرض. تؤثر دوائر العرض يبقى احنا كده حددنا هو دوائر العرض أكثر أهمية من خطوط الطول بالنسبة للدولة. في قوة مين؟ الدولة. في قوة الدولة. لا ونقول حيث بقى أهو، مثلا لأنها تحدد تحدد الملامح العامة لمناخ اللي الدولة. هو المناخ الخاص بالدولة، تمام، وكمان النشاط النشاط الإيه؟ الاقتصادي النشاط البشري أو البشري. النشاط الاقتصادي. تمام. وإذا في علاقة ما بين الموقع الفلكي وما بين قوة الإيه؟ قوة الدولة. تمام. يعني كل بتحدد لي برضو الظروف اللي بتساعد على ثراء الإقليم. كل ما تتعدد وتتنوع وتكثر دوائر العرض، كل ما يبقى عندك تنوع في المناخ وتنوع في الانتاج. تمام. مفيش اصلا يعني اسئله تانية على موضوع دوائر العرض لانها محدوده في فكره معينه هي اللي هي فكره ممكن صح عن التنوع. خطأ، تمام. يعني بدأ يتبدل السؤال، يقول لك مثلا ايه، خليها اكتبه لك بالمرة نقول ونقول مثلا خطوط الطول اكثر اهميه من دوائر العرض. صح ام خطأ مع ذكر مين؟ السبب. مع ذكر السبب، تمام. او اذكر كلمة او اكتب كلمة صح او كلمة خطأ مع التعليل او مع ذكر السبب. تمام. تعد خطوط الطول أكثر أهمية بالنسبة للدولة، بالنسبة لقوة مين؟ الدولة، الدولة، من دوائر من العرض. دوائر الإيه؟ العرض. هنا هتقول له إن الإجابة دي إجابة خاطئة. خاطئة، وتعكس الأول تقول إن دوائر العرض هي الأكثر أهمية من خطوط الطول، وتيجي معلل التعليل اللي إحنا قلناه ونقول كده ليه؟ لأن هي بتأثر في قوة الدولة، بتحدد المناخ وتحدد النشاط البشري. تمام. نرجع للرسمة القديمة اللي حضرتك رسمتها في الصفحة، اللي هي الموقع فلكي لوحده والموقع الجغرافي.
يبقى اللي احنا هي دي. كده خدنا الجانب الاولاني او الجانب بتاع الموقع الفلكي، احنا ده كده يعتبر بالنسبة لنا تمام، انتهينا من الكلام وخدنا فيه. الاسئله اللي هي ايه متوقعه عليه. تمام. طيب الموقع الجغرافي عايزين نعرفه، وبرضه نقول علاقته بقوه الدوله. تمام. الموقع الجغرافي هنا هو الموقع بالنسبة لليابس والماء. هو الموقع بالنسبة للدول مين؟ للدول المجاور، المجاورة. تمام، هو الموقع بالنسبة لمثلا ايه؟ خريطة العالم تمام. بصفة عامة يعني. كنا بنقول عليه تعريف كده قديم، المكان بالنسبة لما يجاوره من أجزاء، ما يحيط بالدولة. ما يحيط بالدولة، نعم. شمالا جنوبا شرقا غربا. نعم. طيب هنا بقى ده الموقع الفلكي نعم. الجغرافي. طيب عايزين الموقع الجغرافي علاقته بقوة الدولة. تمام. الموقع الجغرافي، خلينا ناخد أول حاجة، أول فكرة فيه اللي هي رقم واحد، وهي الموقع بالنسبة لمين؟ الموقع بالنسبة لليابس تمام. والماء. طيب احنا بالنسبة للورقة بس تحت، تمام. تمام، ايوه تمام كده. الموقع بالنسبة لليابس والماء، أنا هنا هحدد نوعين من الدول. تمام، أهو دول حبيسة ودول بحرية. تمام، هنا لازم خريطة. تمام، أما أجي أعرض خريطة العالم كده وأقول للطالب دولة زي تشاد، شايفينها كلنا إيه؟ بيجاورها ليبيا، شايف ليبيا والسودان السودان، والنيجر النيجر، وأفريقيا الوسطى ونيجيريا. تمام، الله، ده مفيش أي مسطح مائي. تمام، يبقى معنى كده إن الدولة دي دولة إيه؟ حبيس، دولة حبيسة. تمام، يبقى إيه المقصود بالدول الحبيسة؟ هي الدول التي تقع داخل اليابس ولا تطل بشكل مباشر على مسطح مسطحات مائي مائية، مفتوح. تمام، أدي معنى الدولة مين؟ الحبيسة. ولكي تصل إلى البحر لابد وأن تمر بأراضي دول أخرى. مجاور، أهي أنا بدي مثل أهو ليه؟ لأن واضحة خالص، تشاد هتمر بليبيا عشان توصل للبحر المتوسط. تمام، تمر بنيجيريا عشان توصل للمحيط الأطلنطي. تمام، هتمر بالسودان عشان توصل للبحر الأحمر. تمام، إذا هنا هي وقعت في وسط دول، يابس، وسط دول، ما بتطلش على مسطحات إيه؟ مائية، مسطحات مائية. تمام، طب في دول حبيسة؟ في دول حبيسة كتير جدا. هنا بقى ندي سؤال مهاري للطالب، استنتج من التعريف السابق ما المقصود بالدولة الحبيسة تحديدا، ثم حدد أشكال للدول الحبيسة على خريطة العالم. تمام، او مثلا امثله، أمثلة تمام، هنا في أفريقيا يلاقي تشاد، النيجر، مالي، يلاقي أثيوبيا، اثيوبيا. يلاقي أوغندا. طيب ماذا عن ليسوتو في جنوب، لسوتو دي في جنوب تقع افريقيا؟ في جنوب أفريقيا، تمام، هي دولة حبيسة ودولة جيبية في نفس الوقت، لأن تمام، لسوتو ليها حاجتين. دولة من اشكال الدول الجيوب وفي ودولة نفس حبيسة. الوقت حبيسة، اذا كل دولة جايبية حبيسة، كل دولة جايبية حبيسة، صح، تمام، لانها لكن مش ليس كل دولة حبيسة جيوب. ليس كل دولة حبيسة جيوب، نعم. تمام، بدليل ان احنا عندنا أهو تشاد تشاد هي ما اكثر تعتبرش من جيوب. دولة، نعم. ايوه، لان يحد بها اكثر من دولة، لأن الطالب لو عرف هنا يعني إيه دولة جيوب هيعرف اللي هي الدولة المحتواة، هي بدولة واحدة، الدولة تقع داخل دولة واحدة، تمام، يعني تجاورها من جميع الجهات إيه؟ دولة واحدة، دولة. أدي لسوتو، هي النقطة دي أهي، علمها هنا بالقلم أهو، تمام، دي كده، دي لسوتو بتجاورها من جميع الجهات، جنوب مين؟ جنوب افريقيا، أفريقيا. تمام. يبقى زي ما حضرتك قلت برضو عشان ابنائنا يكون عندهم فكر مهاري، كل دولة جايبية حبيسة لانها محاطة بدولة او بيابس دولة اخرى، بينما ليس شرطا ان تكون كل دولة حبيسة جيوب. جايبية. نعم. جيوب، تمام. طيب حضرتك عديت دول كتير قوي، طب ما تيجي نصنف القارات. انا عايز اقول مثلا اكثر القارات في عدد الدول الحبيسه، وده جه سؤال في العام السابق. أكثر قارات زي ما كتب كتاب المدرسة في الدول الحبيسة هي أفريقيا، تمام، يليها آسيا، يليها أوروبا، تمام، ده على حسب ما ذكر كتاب المدرسة. طيب واقلهم، أقلهم أنت عندك دول ما فيهاش قارات، ما فيهاش دول حبيسة خالص، أنت عندك أستراليا أهي تمام، قارة ودولة في نفس الوقت، تمام، وامريكا الشماليه أمريكا تعتبر، الشمالية، بس امريكا الجنوبيه عندنا دولتين حبيستين، اللي هي بوليفيا بوليفيا وباراجواي. وباراجواي، يبقى احنا نعم. عندنا الاقل امريكا الجنوبيه نعم. في عدد لا في الدول. عدد الدول. اما دول تخلو قارات ممكن تخلو، يبقى عندنا امريكا الشماليه واستراليا. تمام،
ماشي، تمام. قارات تخرج. قارات، لان نعم يعني عندنا كندا والولايات المتحده والمكسيك بيشرفوا على من الجانبين على محيط نعم هادي واطلنطي. تمام. تعالى ناخد مثل لدولة حبيسة في آسيا، تمام. أفغانستان، ودي هتتكرر مع الطالب كتير قوي لأن هي دولة مندمجة زي البروز، دولة فيها تركز سكاني في الجنوب، هناخدها في مشكلة كشمير. تمام. عندك منغوليا منغوليا برضو دولة حبيسة، وفي أشكال أوكي، الدول الطولية. وشكلها شكل عرض اللي هي بيمتد من الشرق للإيه للغرب. تمام. إذا تتعدد الدول الحبيسة. خد مثل في أوروبا، سويسرا، سويسرا دولة إيه، دولة حبيسة هو أبنائنا خدوها معانا في الحلقات إنها تحولت من كونفدرالية إلى إلى فيدرالية، ودولة تتعدد بها اللغات. تعدد بها اللغات، نعم وهناخدها قدام برضو إنها دولة جبلية. جبلية تمام. مظبوط. طيب احنا طبعا يا اولاد بنلاحظ معاك واحنا شغالين في الخريطه بنكسب اكثر من مطلب في الخريطه، يعني بنقعد نتكلم على انا والاستاذ اشرف على اكثر من طلب في الخريطه عشان يبقى منبهات ليك، وبرضه انت وانت بتذاكر لازم يبقى قدامك الخريطه، وبرضه لازم تذكر نفسك باكثر من طلب، يعني تقول الدوله دي مرت عليا فين، او احنا اتكلمنا على الدوله دي امتى، او في انه درس. تمام. فتلاقي اكثر من طلب على الخريطه دي، عشان كده يكون العمليه عندك ترابط في الفكر وانت شغال. طيب استاذ اشرف احنا عندنا بعد كده الدولة البحرية، مفيش دوله، خلاص امريكا الجنوبيه وخدنا الدول بتاعتها، نعم يبقى احنا ان شاء الله هننطلق الى الدول البحريه بقى. نعم الدول البحرية هي الدول التي تطل على مسطحات مائية. تمام. يبقى احنا دول، عكسنا التعريف. ده كده انت عكست التعريف. تمام. وهنا مسطحات مائية، شايفه انا بشاور بالقلم، مش مسطحات مائية، ملأ مفتوحة. مفتوحه، انت حضرتك مركز على كلمه مفتوحه. السبب لان السبب هنا ان ممكن دولة تطل على مسطح مائي مغلق، تمام والدولة دي تكون حبيسة ما هياش بحرية. تمام في أمثلة؟ أنا هديك مثل، وليكن أوغندا. طب ممكن تشوف المثل ده مكبر يا أستاذ أنا أشرف؟ أجيب لك خريطة أفريقيا، تمام خلاص، وأجيب لك خريطة إيه، آسيا. عشان الفكرة توضح معنا، يبقى شرط من الشروط يا أولاد أن تكون الدول البحرية تطل على مسطحات مائية مفتوحة، يعني مفتوحة بالعالم الخارجي، متصلة بالمحيطات والبحار الخارجية. نقول مثل ذلك مثلا مصر تتصل بالبحر المتوسط الذي يتصل بالأطلنطي، تتصل بالبحر الأحمر الذي يتصل بالمحيط الهندي، يبقى بحار مفتوح. أستاذ أشرف ليه تمام. بقى اعتراض؟ فبيقول إن إحنا عندنا قد تكون الدولة لها حدود بحرية أو بحيرية وتكون هذه الدولة دولة حبيسة. نعم تعالوا نشوف معاه بقى. ادي اوغندا بتطل على بحيرة، تمام، اللي هي بحيرة مين؟ فيكتوريا، فيكتوريا. ودي أكبر البحيرات العذبة في شرق العالم. تعتبر اكبر بحيرة عذبة في افريقيا وفي تمام العالم، اللي هو الايه القديم تقريبا. تمام. طيب يبقى هنا، هل اوغندا هنا دولة بحرية عشان بتطل على بحيرة؟ أنا اقول أعرف، لك لا. أنا أعرف إن ليها حدود مائية كبيرة يعني على البحيرة. اقول تمام. لك لا. ليه؟ لان البحيرة هنا في النهاية هي بحيرة مالها؟ مغلقة. مغلقة. تمام. فاذا هنا تعتبر اوغندا دولة حبيسة، رغم ان هي بتطل بحدود بحيرية على مين؟ على بحيرة فيكتوريا. يعني لا نستطيع الخروج منها إلى البحار الخارجية، سواء المحيط الهندي الذي يقع شرقا أو الأطلنطي الذي يقع غربا، تمام. لوجود دول بقى حواليها. نعم تمام. طيب يبقى ده مثال واضح جدا يا أولاد، يعني ممكن يجي كسؤال يقول لك تعد أوغندا رغم حدودها المائية دولة حبيسة. نجاوب على الكلام ده ونقول إيه؟ نجاوب على الكلام ده ونقول لأنها تقع ضمن بحيرة مغلقة لا تتصل بالعالم بالبحار الخارجي. نعم طيب ده كمثال. عندك ادي مثلا لو خدنا خريطة اسيا، تمام، عندنا بحر قزوين ادي بحر وبرضه قزوين في مثال كازاخستان. تمام. يعني اوزبكستان، كازاخستان، كازاخستان بتطل على بحر قزوين بتقول وبرضه ادي البحر، وشايفين يعني البحر ماله هنا، عايزين بحر مغلق اهو، عايزين لا ننزلها يتصل شوية. بمين؟ لا يتصل. ايوه بحر قزوين ده ادي بحر بحر مغلق، قزوين وكازاخستان دي من دول وادي الاتحاد كازاخستان، السوفيتي المنقسم. نعم، وادي اوزبكستان كمان جنبها وتركمانستان. يعني دي من الدول برضو اللي هي تقع على بحار ولكنها كازاخستان مغلقة. وتركمانستان تقع على بحر قزوين، لكن بحر تمام. قزوين بحر مغلق لا يصلها بأي بحر مفتوح. تمام. نفس المثال بتاعنا بس طبعا عشان احنا عندنا على في كتاب بحر. المدرسة اوغندا. نعم. تمام. إذن طيب يبقى ده من خلال التعريف يا اولاد ان احنا قلنا ان الدولة البحرية تطل على مسطحات مائية مفتوحة، تمام كده. طيب امثلة بقى للدول البحرية، هل تختلف الدول البحرية في اطلالاتها البحرية؟ نعم. تعالى معايا كده شوف الولايات المتحدة بتطل على ساحل المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي وخليج المكسيك تمام معايا.
عندك مثلا ادي الولايات يبقى المتحده زي الولايات ما قلنا، المتحدة موجودة قدامنا اهي. ادي المحيط الاطلنطي، وادي خليج المكسيك، وادي المحيط الهادي. يعني أنا أستنتج بكده إنها تطل بواجهتين، يعني مثلا اكتر عندنا من من وجهه، الشرقية والغربية. والجنوب تمام. عندك المكسيك كمان. تمام. عندك مثلا الكونغو الديمقراطيه، تطل بواجهة واحدة. ده صغير قوي الساحل بتاعه، الساحل قصير. جدا. تلاقي مثلا شايف روسيا ساحل كبير قوي، تمام. الصين سواحلها كبيره، الهند، استراليا. الله، يعني ده المسطحات المائيه، ده في دول بتطل بمسطحات مائيه بسواحل طويله، وفي طويلة. دول بتطل بسواحل ايه صغيره. تمام. هل تتساوى الاهميه؟ لا طبعا، لا. يبقى الساحل الطويل أميز، يبقى في عوامل يتوقف بتحدد عليها اهميه الموقع البحري، الموقع البحري. تمام. اللي هو طول الساحل، تمام طول الايه الساحل. تمام الحاجه التانيه اللي بتحدد هو الساحل ده غني بالثروات مثلا. ولا فقير، تمام. يبقى غنى المسطحات المائيه بالثروات وأهميتها، واهميه يعني مثلا المسطح المائي. يعني حضرتك عايز تقول إن دولة تقع على المحيط الأطلنطي الجنوبي وهو غير هام مثلا تجاريا، تجاريا لا تماثل دولة تطل على البحر المتوسط اللي بتمر فيه 80% من من تجارة العالم. التجاره. نعم. يبقى المسطح المائي البحر المتوسط أهم من المحيط الأطلنطي. الممرات إذن المائيه إذن سواحل مصر أهم من سواحل أنجولا مثلا مثلا. التي تطل على المحيط الأطلنطي. نعم. تمام. يبقى إحنا قلنا أول حاجة حضرتك قلت لي تتوقف أهمية المسطحات المائية على عوامل، أول واحد طول طول الساحل، الساحل، اتنين أهمية المسطح أهمية المسطح المائي، المائي. ثلاثة الظهير الساحلي. تمام. إحنا عايزين نقول للظهير الساحلي لأبنائنا الطلبة إن هو المناطق التي تقع خلف الساحل. أنا هديك مثل تمام. بسيط قوي، وليكن مثلا يعني أيوه. ده ساحل أهو، ده ده ظهير، ده ساحل الساحل، الدلتا. تمام تمام ده الظهير الساحلي مثلا. خلاص، تمام هنا تخيل بقى لو في جبل، هيبقى أكيد قليل الأهمية. يبقى هنا بيعوق الاتصال بالبحر. تمام. تخيل كده ان في جبل هنا كده ممتد من الشرق لمين؟ للغرب. طب انت ازاي توصل للبحر؟ يعني حضرتك لو حطينا ساحل البحر الأحمر هنا وعندنا جبال البحر الأحمر، تقصد حضرتك أن سواحل البحر المتوسط أهم من سواحل البحر الأحمر لأن الظهير الساحلي سهل متسع وفي أنشطة اقتصادية؟ وكمان مش هتقابلك تكاليف كتيرة جدا عشان توصل للساحل. تمام. انت عندك في مناطق في البحر الاحمر تأخر استغلالها، ليه؟ لان هي بتحتاج لجهود كبير وتكاليف عالية في تمام. الامكانيات. بالإضافة إن الظهير جبلي عبارة عن جبال البحر يبقى الأحمر. المقصود ايه بالظهير الساحلي؟ انت عندك الشط اهو، ايه اللي ورا الشط ده؟ تمام. هو منطقة مفتوحة، لو منطقة مفتوحة وسهل الاتصال يبقى هنا الظهير الساحلي بيلعب دور مهم جدا في ان هو يوصلك للعالم. تمام. لكن لو الظهير الساحلي ده جبل، ما انت عندك في بلاد المغرب جبال اطلس، ايوه مظبوط؟ تمام. فهنا لو انت تخيلت ان في جبل ورا البحر قدامك وفي جبل خلف البحر، يبقى الجبل هنا هيعوق اتصالك بمين؟ تمام. بالبحر. هو يعني اصبح في جبل بينك وبين الايه؟ البحر. تمام. ده اسمه الظهير الساحلي. الظهير ليه؟ الساحلي. لان هو بيقع خلف الساحل. يعني ده بيفسر برضو ان مصر استغلت البحر المتوسط في يعني ايه المواني، شرق التفريعه، بورسعيد، دمياط، نعم. ميناء اسكندريه، دمياط الجديد، دمياط الجديد. الدخيله، نعم. لكن نجد على البحر الاحمر ميناء وحيد اللي هو سفاجه. نعم. ويعني والغردقة، لان الغردقة موجودة لصعوبه برضه. بقى ايه، مع ان الشاطئ برضو مهم لكن لان الظهير الساحلي جبلي. نعم. طيب يبقى احنا كده معلش نترجم ده لابنائنا في سؤال، نقول ايه بما تفسر مثلا تتوقف أهمية المواقع البحرية، تتوقف أهمية هي تفسر تتوقف أهمية المواقع أهمية البحرية المواقع على عدة عوامل. البحرية على عدة وعايزين نحصرهم في واحد اتنين تلاتة. عوامل. أول عامل طول الساحل. تمام. تاني عامل أهمية المسطح المائي. مش ادي ثلاث عوامل اهو، تمام. تمام. الظهير الساحلي، طول الساحل، اهمية المسطح مين؟ المائي. المائي. تمام. خلينا نحط سؤال مهاري هنا. اتفضل. انت عرفت ان السؤال تتوقف اهمية المواقع البحرية على عدة مين؟ تمام. عوامل.
صح ام خطأ مع ذكر الايه السبب، تتوقف اهمية الموقع البحري على طول الساحل. وسكت. هو طالما سكت ما نقول كملش. صح. نقول عبارة صحيحة كده، تمام، نظرا لان طول الساحل الساحل الاطول اميز مثلا. طب لو قال فقط ما هو كلمة، طب لو هو كلمة تتوقف دي تعني تتوقف، في العبارة ان هو فقط. تمام، يعني اذا تتوقف دي معناها قصرها، يعني قال انا ايه ده فقط، تمام. بيقصد بذلك فقط، نعم، تبقى عبارة خاطئة. يبقى هنا العبارة، هنا عبارة تمام، خاطئة. يبقى العبارة خاطئة. نعم. تمام. ليه بقى؟ لأن تتوقف أهمية الموقع البحري على طول الساحل، لا هي ما تتوقفش على طول الساحل. دي فيها قصر بقى. ده هنا قصرها. تمام. زي مثلا أقول لك إيه؟ أنت يتوقف نجاحك مثلا على مادة كذا. مادة كذا. لا، أنت في مواد كتيرة لازم تذاكرها مثلا. تمام. يتوقف، لا، أنت ممكن يتوقف تفوقك على كذا. في عدة عوامل تساعد على التفوق، في تمام. عدة عوامل مثلا المرء لازم يتخذها عشان يوصل لإيه؟ لشيء معين أو لمكانة معينة. تمام. كلمة تتوقف أهمية الموقع البحري على طول الإيه؟ طول الساحل، ساحل يبقى هو قصرها. عمل هنا عملية قصر. تمام. أقول له لا، ده هي بتتوقف هنا على عدة مين؟ عدة عوامل. زي تقتصر تقتصر. أهمية الموقع البحري على طول الساحل. نفس الإجابة. هي نفس الإجابة بالظبط. تمام. أقول له لا، هي لا تقتصر على طول الساحل فقط، ولكن هناك عوامل أخرى. ده هنا يعني دي حتة اللي هي إيه؟ تلعب بيها في الإيه؟ في المهارات. الأسئلة، في المهاري، بيعتمد هنا بقى على أنت بتكمل المواد بتكمل بعض. اللغة العربية ومعاك الجغرافيا. طبعا. ليه؟ لأن هنا اللغة لعبت دور في العبارة دي. تمام. كلمة تتوقف على، يعني قصر على هذا الموضوع. زي اقول لك مثلا ايه، بعض الناس اللي هم بيعتمدوا مثلا على الدروس الخصوصيه، اقول لك يتوقف نجاحك على الدروس الخصوصيه. غلط. تمام. خلاص. ليه؟ لان انت لازم تذاكر، لازم توصف في كتاب المدرسه، لازم تحل اسئله. انت فاهم قصدي ازاي؟ يبقى تمام. هنا انت قصرت على عامل مين؟ عامل محدد بكلمه تتوقف. ايه؟ تتوقف على. طب يا استاذ اشرف، لو تتوقف مثلا نجاحك وتفوقك على برنامج مدرسه على الهواء وقناه مصر التعليميه، هنقول عباره صحيحه بعد اذن حضرتك. طيب. مجازا يعني. مجازا بقى، احنا ندمر اللغه في الحته دي. طيب. نكمل مع حضرتك. احنا عندنا دلوقتي قلنا بقى خلاص، وخدنا سؤال مهاري على المواقع البحريه، الدول من حيث اطلالها على البحر، تمام. هل هذه الدول في مقابلتها للبحر كلها بوجهة واحدة؟ ادي مثلا خريطة دول تطل على البحر بجبهة بحرية واحدة، اهي تشيلي هي تمام. دولة بتطل على البحر بجبهة بحرية واحدة، بتطل على المحيط الهادي. تمام. يبقى ليها جبهة بحرية اللي هي باللون الأصفر دي. نعم. تمام. وسوريا هنا مثلا سوريا فين بقى حضرتك؟ برضو هي أيوه على البحر يعني. المتوسط. طيب، دول بتطل بجبهتين، انت عندك مصر هي بتطل على تمام. البحر الأحمر وادي البحر المتوسط، المتوسط. تمام. المغرب بتطل على المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط، تمام. طب فرنسا والسعودية ممكن نقول برضو كده؟ برضو نفس الكلام، السعودية خليج عربي وبحر أحمر، وبحر أحمر. وفرنسا بحر متوسط ومحيط أطلنطي. تمام. إذا هناك دول تطل بجبهة بحرية واحدة، واحدة ودول بتطل بجبهتين، بجبهتين. ودول ممكن أقول بثلاثة رغم إن هو مذكرهمش في كتاب تمام. المدرسة، زي الولايات المتحدة، يعني زي أكثر الهند. من جهة مثلا. أوكي. ودول من كل الجهات زي اليابان وزي أستراليا وزي إندونيسيا، اللي هي الدول البحرية أو الدول اللي هي عبارة عن الجزر. جزر. تمام. نعم. ده من جميع الجهات. نعم. طيب. طيب كده احنا حضرتك قلنا على الدول البحرية والدول الحبيسة. ايه ننتقل. اهمية الموقع البحري يا استاذ احمد؟ هل يتساوى الموقع البحري مع الدولة الحبيسة في الاهمية؟ لا طبعا، المواقع البحرية بتكتسب اهمية خاصة او ميزة خاصة الموقع البحري. ليه بقى يعني الموقع مثلا البحري؟ ابسط شيء ان في استغلال الثروات البحرية الموجودة، تمام. بالاضافة طبعا الثروات دي مش سمك، ده فيه بترول وغاز طبيعي، ان حلو. سهولة اتصال بالعالم الخارجي، سهلة الاتصال، اوه يعني الدولة التي تقع على السواحل تستطيع نقل بضائع ثقيلة من خلال السفن ومن خلال وسهولة الاحتكاك الحضاري. نحن نعلم ان حتشبسوت قد ارسلت بعثات الى بلاد بونت، بعثات بحرية نعم الى بلاد بونت الصومال واثيوبيا، وسهولة الاحتكاك الحضاري، نعم اتصال بالدول المجاورة، حلو. ايضا استغلال الثروات اللي موجودة على السواحل،
دي كلها من الحاجات اللي بتمثل أهمية للمواقع البحرية. طيب يبقى معنى كده لما نحول السؤال بشكل مهاري ونقول إن هل تفضل، أيهما تفضل ولماذا، أن تعيش في دولة بحرية أم دولة حبيسة؟ لا طبعا دولة بحرية. بس وتدي بقى المبررات اللي هي الخاصة إن تمام. الموقع البحري ليه إيه؟ ليه أهميته، اتصال حضاري، ثقافي، مواصلات، تمام. اتصال بالعالم الخارجي، وسياحة ثروات، شاطئية. مصدر للدخل، يعني تمام. حاجات كتير قوي. بينما الدول الحبيسة أنت لكي تصل للبحر لابد أن تمر بأراضي دولة مين؟ دول أخرى. تمام. وده سؤال احنا برضو هنختتم بيه جزئية الدول الحبيسة والدول البحرية، كيف تتصل الدولة الحبيسة بالعالم الخارجي؟ او ممكن نشيل الدولة ونعرف كيف تتصل اثيوبيا بالعالم الخارجي. نعم، ادي اثيوبيا مثلا، وهنا انت عارف ان في فاصل اريتريا تمام وجيبوتي والصومال تمام بيفصلوها عن المسطحات المائيه المجاوره ليها. لكي تتصل لابد ان تمر باراضي دول اخرى. تمام خلينا ناخد النيجر او تشاد تمام برضو في الخريطه، اي تمر بليبيا عشان تتصل بالبحر، تمر بنيجيريا عشان تتصل بالمحيط الاطلنطي. اذا هنا لابد ان تمر باراضي دول مين اخرى، وعشان كده لابد ان تربطها بالدول الجوار علاقات طيبه. هي محكومه تمام ليه؟ يعني ما عندهاش حريه، لان هي لازم تتصل بالعالم من خلال دوله مين؟ المجاورة دوله ليها. مجاوره لها. تمام. طيب ننتقل إلى جزء آخر من المقاومات الطبيعية. اتفضل. احنا كده حضرتك خدنا الموقع الفلكي وخدنا الموقع الجغرافي. هناخد الموقع بالنسبه للدول للدول المجاورة. المجاوره. تمام. الموقع بالنسبة للدول المجاورة يعني ايه؟ يعني هي الدولة بيجاورها مين من الدول؟ تمام. أنا شخصيا بقول يعني اه أن كلما كثر عدد الدول المجاورة كلما كثرت الأعباء، يعني الدولة إذا كان جنبها دولة واحدة مجاورة أو دولتين فهي تنتبه إلى دولة أو اثنين، نعم فإذا كان هناك أكثر من دولة فده يزيد أعباء الدولة من حيث تمام. الحماية ومن حيث تأمين تلك الحدود. طيب، وأحيانا يحقق لها مصلحة. تمام. لو زي الجيران، لو انت جنبك جيران كتير ومتعاون معاهم ده عامل قوة لحضرتك، تمام. لو انت بينك وبينهم مشاكل عامل ضعف. تمام. طيب استاذن حضرتك معانا تليفون. اتفضل. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام السلام ورحمه الله. الله. حضرتك ولية امر. ايوه يا فندم، ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا وسهلا بيك في البرنامج. اهلا بيك يا فندم، والله انا بشكركم جدا 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 ربنا على يخليك يا فندم. الاخلاص انا قاعده مستمتعه بالحلقه بجد ربنا والله. يخليك. الله يخليك. انا بشرح لاولادي الجغرافيا والتاريخ من هم صغيرين، بصراحه اول مره احس ان انا ما كنتش بشرح. لا ربنا يخليك. لا جميل جميل بصراحة، ربنا يديكم الصحة ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب. ربنا يخليك. تحت أمرك. مريم بنتي بقى مع حضرتك، هي اللي في ثالثة ثانوي. ده احنا تحت أمرها. اتفضلي. الله يخليك يا فندم. اتفضلي. ألو. أيوة مريم اتفضلي. ازي حضرتك يا مريم؟ الله يخليك. مستر معلش سؤالين ممكن؟ اتفضلي. أول واحد، تعد دولة نقط من الدول الوحدوية المجزأة. تمام. ده اختياري يعني باكستان ولا أندونيسيا ولا الصين ولا بصي بقى. البرازيل؟ وحدوية مجزأة، انت ممكن تختاري يعني الجزر بتاعتنا بدءا من اليابان، الفلبين، اندونيسيا، الثلاثة دول في شرق اسيا، اليابان، الفلبين، اندونيسيا. واعطيك اختيارات يا مريم صح؟ باكستان ولا اندونيسيا ولا الصين ولا البرازيل؟ خلاص هو حدد يبقى لك كده، اندونيسيا يمكن بقى. استاذ احمد جاوب لك، اعطاكي ثلاث دول منهم اندونيسيا. خلاص تمام. يبقى اندونيسيا. طب لحظة واحدة يا مريم. استاذ نعم. اشرف بصي يا مريم، أيوه. هنا في السؤال ده ممكن احط خريطه اسيا. السؤال ده بالذات في الدول اللي هي المجزأة دايما خدي دايما الدول اللي بتتكون من جزر يا مريم. حاضر. شايفه كده ادي اليابان، بصي قدامنا بقى على الشاشه هتشوفي اليابان اليابان عندك اهي، مجموعه جزر. تمام. الفلبين مجموعه جزر. طيب نتمنى الخريطه تظهر بس كده نشوفها. اندونيسيا مجموعه جزر. تمام استاذ اشرف معايا؟ بعد اذنك كده. يبقى مجموعه الجزر اللي موجوده عندي، مجموعة الجزر اللي هي موجودة عندنا دي بيسموها دول ايه؟ بحرية مجزأة. شفتي اندونيسيا بقى اللي احنا اخترناها هي دي. تمام. تمام؟ وبصي برضو ادي الفلبين اهي، برضو مجموعة جزر. على طول فوقيها. اليابان اهي برضو مجموعة ايه؟ جزر. تمام. فأي دولة وحدوية هنا هو حتى ذاكرها لك، الدول الوحدوية دي دول في منها دول زي الصين ودول مجزأة زي اليابان او تمام. اندونيسيا. في منها موحد وفي مجزأ. نعم. وحدوية موحدة دي حتة واحدة يعني، وفي وحدوية مجزأة. وحدوية مجزأة. تمام. مجزأة يعني مش قطعة واحدة يعني يا مريم. ايوه ما حد حته كده. تمام. ايوه.
مجزأة. يعني عاوز اسال حاجه بس بخصوص الخريطه، انا شفت في كتاب المدرسه قايلين 9 نقط تقريبا، سؤال يعني السؤال فيه 9 نقط على الخريطه، وكمان كل نقطه ممكن يقول لي 4 دول حبيسه و4 دول بحريه، يعني انا اقصد ان الخريطه فيها كذا نقطه وكمان النقطه الواحده فيها كذا حاجه، فده ايه بيجي في الامتحان كده؟ لا هو مش بيجي في الامتحان، بس هو ده نوع من انواع التدريب، ان انت تطلعي الدول الحبيسه اللي موجوده ما دام انت عرفت المعنى، وتطلعي الدول البحريه لو انت عرفت المعنى. يعني هي بتيجي اقل كده من لا طبعا عمره ما يجي كده بالشكل، يعني مثلا تحددي 4 دول حبيسه او 4 دول بحريه مثلا، لا 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 صعب شويه، بيبقى حاجاته محدده في الامتحان على كده. لكن ده توسيع لمداركك انت على اساس تعرفي يعني ايه دولة حبيسة. طب ما ممكن النيجر هو ما كتبهاش في الكتاب بس هي دولة حبيسة، النيجر، تشاد ما كتبهاش في الكتاب وهي دولة حبيسة. ايوه فعلا اللي جوه انا لقيتهم اللي جوه دول، عرفت ان دول كلهم حبيسة. تمام. مالي برضو نفس الكلام، جنوب السودان، اثيوبيا، كل دي دول تمام حبيسة. نعم تمام شكرا. تسلم. العفو. ليك سؤال تاني يا مريم صح؟ لا هم 2. طيب خلاص خلاص ماشي، ماشي يا يبقى السؤال التاني ماشي، احنا معاك اهو تابعينا وان شاء الله بالتوفيق. طبعا استاذ اشرف ملحوظه برضو على كلمه مريم، ان في حضرتك قلت ان نموذج الاجابه بيكتب اي اجابه منطقيه تحسب في صالح الطالب. نعم. على اساس لو استعان زي ما حضرتك قلت بنموذج النيجر كدوله حبيسه. نعم. النيجر كدوله حبيسه او ما دام يعتبر السؤال مفتوح خلاص. تمام. نعم. طيب احنا كنا حضرتك بنشرح في الدول المجاورة، الدول المجاورة، عدد الدول المجاورة. تعالى معايا كده خريطة العالم توضحها لي أكتر برضو. تمام. من عندي هنا كندا. كندا بتكونها دولة واحدة. دولة واحدة، الولايات المتحدة. اللي هي الولايات المتحدة. من الجانبين. لأن ألاسكا دي ولاية تبع الولايات المتحدة. تمام. الولايات المتحدة نفسها بتجاورها دولتين، كندا والمكسيك. والمكسيك. المغرب بتجاورها دولتين، الجزائر وموريتانيا. تمام. ده نموذج للدول اللي بيجاورها عدد قليل من الدول. من الدول، تمام. صح. في بقى نموذج للدول اللي بيجاورها عدد كبير. شايف الصين؟ روسيا ومنغوليا وكازاخستان وافغانستان وباكستان والهند ومنيمار وتايلاند. دول كتير قوي، 15 دولة تقريبية. 15 دولة، كتير قوي، تمام. وعندك في افريقيا السودان تجاورها برضو عدد كبير من الايه؟ من تمام. الدول. تمام. وعندك مثلا في البرازيل تجاور عدد كبير من الدول، 10 دول. وعندك دول غرب اوروبا تلاقيهم كلهم جنب بعض، جنب بعض، تمام، مجاورين لبعض. يعني انا لو عرضنا مثلا خريطه لفرنسا تشوف كثره الدول اللي موجوده جنب فرنسا، في تداخل في دول اوروبا. شايف ادي فرنسا وادي قاره اوروبا. تمام. ادي فرنسا هي، شوف الدول، اسبانيا، اسبانيا، وهروح هنا ايطاليا، إيطالي. سويسرا، المانيا، لوكسمبورغ، بلجيكا، بلجيكا، انجلترا. انجلترا، تمام. الله، يعني ممكن دوله يجاورها عدد كبير من مين؟ طبعا من الدول. احيانا كثره الدول المجاوره للدوله يكون ميزه وعامل قوه للدوله اذا كان هناك تعاون بين هذه الدول. تمام. زي دول غرب اوروبا كده. واحيانا يسبب مشاكل زي في السودان. تمام. يبقى احنا كده هننتقل الى جزئيه، سؤال نكتبه لابنائنا الطلبه، خدناه من كلام حضرتك كثره الدول المجاوره سلاح ذو حدين. نعم. يبقى نجيب السؤال ده نقول بما تفسر او صح وخطا اللي يجب حضرتك. كثره الدول المجاوره، الدول المجاوره سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين. يبقى كده هو طالب مننا الجانبين اللي حضرتك قلتهم. تقول بقى اذا كانت الدول المجاوره تحقق التعاون بينها، او اذا كانت الدول المجاوره للدوله تحقق التعاون، دي زي مين؟ زي دول اوروبا، زي غرب ومثلا اوروبا. تمام. يبقى احنا عندنا مصدر ايجابي اهو اللي هو التعاون. بيديها قوه، صح؟ تمام. قوه وتعاون. للدوله. طيب اتنين بقى، واذا كانت هناك مشاكل مع الدول مين؟ المجاوره، ده يعمل لها ايه؟
يسبب لها عامل ضعف أو مشكلات زي مثلا من انقسام دول وإلى آخره، زي مثال السودان كثرة الدول كان مصدر ضعف للدولة أدى إلى انقسام جنوب السودان عن شمال السودان. نعم. طيب يعني طبع الدول النامية زي ما بيقول. نعم. بنستكمل بقى مع حضرتك، احنا كده اتكلمنا على الدول المجاورة. تمام. المواقع المركزية والهامشية. تمام. الموقع المركزي يعني ايه؟ يعني في وسط العالم، واحط الخريطة هنا كده واحط القلم كده في النص الاقي مصر. يبقى لازلنا نتحدث عن الموقع. نعم. المواقع المركزية. موقع مركزي. تمام. ليه بيتوسط العالم، يتوسط قارات العالم القديم. تمام. اسيا وافريقيا واوروبا. ولكن هناك موقع هامشي. شايف فين؟ انا رحت بعيد خالص، ده ايدي طلعت بره. طب نوضحها في اخر الخريطه. هنا كده في اخر الخريطه شايف هنا كده، ادي نيوزيلندا في المكان ده. هامشي. ده موقع ماله؟ موقع ايه؟ هامشي. موقع هامشي. وده موقع مركزي مصر. ولكن هنا موقع ماله؟ هامشي، متطرف يعني. طبعا الاكثر اهميه المواقع المركزيه. المركزيه. هناك مواقع استراتيجيه برضو، شايف مشاور فين؟ مصر. على مصر. تمام. ليه؟ فيها ممرات مائيه زي قناه السويس، ممر تجاري مهم. عندك بعض الدول العربية اللي بتشرف على مضيق باب المندب، اليمن وجيبوتي والصومال. تمام. دي مواقع استراتيجية. عندك اسبانيا موقعها موقع استراتيجي عشان جبل طارق. اذا ايه هي المواقع الاستراتيجية؟ هي التي تطل وتتحكم في طرق التجارة البرية والبحرية. تمام. وهي الطرق التي او الاماكن التي لها اهمية سواء في وقت السلم او في وقت الحرب. دي كده اسمها المواقع الاستراتيجية. والامثلة قناة السويس، المضايق البحرية، مضيق باب المندب، مضيق هرمز، مضيق جبل طارق، كل دي مواقع استراتيجية. اذا قد يفاجئني بسؤال ويقول دولة عمان تتميز بموقع استراتيجي. طبعا عمان، لان عمان بتطل عندك على مضيق هرمز. يعني انا كده المطلوب مني اتكلم على الموقع الاستراتيجي على اساس المضيق. لما نعم. يقول لي مصر استراتيجيه اقول له لانها تتحكم في قناه السويس. عمان استراتيجيه. ادي مضيق هرمز اهو، وهنا تمام. ايران، وهنا دوله مين؟ عمان. تمام. اذا طيب هنا على الخريطه. يبقى احنا كده بنقول ان فعلا طالما تطل على او تتحكم في مضيق اصبحت استراتيجيه. نعم. اليمن، وادي مضيق باب المندب، على باب المندب. جيبوتي. تمام. الصومال. تمام. كل دي مواقع ايه؟ بيسموها مواقع استراتيجيه. استراتيجيه. نعم. تمام. طيب معنا تليفون بعد اذن حضرتك استاذ محمد. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت والله عايز نعرف بس التغيير في المنهج السنه دي كتير ولا ايه؟ لا لا لا، مفيش حاجه كتيره. تعدلت بس بعض الكلمات الصغيره، وتلاقي بس في الوحده الاخيره اللي قبل الاخيره في الاحلاف العسكريه زاد سطر واحد بس اللي انسحبت البانيا من حلف وارسو. حلف وارسو. بس يعني حاجه بسيطه جدا جدا جدا، يعني مفيش تغييرات جوهريه، يعني حاجات كلها بسيطه. خلاص ماشي. شكرا. تمام. شكرا. طيب قبل ما ننتقل لجزئيه جديده استاذ اشرف، احنا هناخد مع ابنائنا برضه، نراجع مع ابنائنا اللي هم ما شافوش معانا الاسئله من اول الحلقه. بنقول السؤال الاول، ما هي المقاومات الطبيعيه للدوله؟ هيبان قدامنا الاسئله. المقاومات الطبيعيه للدوله بنقول طبعا عندنا اول حاجه الموقع الفلكي، وعندنا الموقع الجغرافي. ونحن تحدثنا عن الموقع الفلكي وقلنا ان هو بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض، وبرضو اتكلمنا على الموقع الجغرافي على اساس ان هو الموقع بالنسبه لليابس والماء والدول المجاوره. واكتشفنا عندنا برضو ان احنا عندنا دوائر العرض هي الاهم من خطوط الطول، عندنا بتحدد الملامح العامه لمناخ الدوله، زائد انها تؤثر في النشاط البشري. معنا تليفون. احلام اتفضلي. الو. الو احلام. ازيك حضرتك؟ ازيك يا احلام؟ ازيك استاذ اشرف؟ الله يسلمك يا احلام. الحمد لله تمام. طبعا احلام طالبه مستديمه معانا في البرنامج. اتفضلي يا احلام. ممكن عندي سؤالين ممكن اسال؟ اتفضلي. في سؤال اول حاجه صح وغلط؟ ايوه. يقول لي مصر ارسطو في معلقه السياسي العلاقه بين موقع الدوله الجغرافي وتاثير المناخ عليها. انا مش فاهم. بتتكلمي بسرعه يا احلام. يا احلام بالراحه شويه يا احلام. صح وغلط بس يا احلام. احنا فهمنا صح وغلط بس يا احلام. ها.
ناقش أرسطو في مؤلفه السياسي بعد ناقش الحداثة. أرسطو في مؤلفه. تمام، في مؤلفه السياسي. العلاقة بين موقع الدولة أيوة الجغرافي وتأثير المناخ عليه. تمام، صح وغلط. صح طبعا. إزاي؟ طيب، يعني تأثير العلاقة بين موقع الدولة وتأثير المناخ، ما هو المناخ الموقع بيؤثر على المناخ. أستاذ أشرف لسه قايل جايب خط الاستواء كده، دائرة الاستواء، وقايل إن المواقع القريبة من دائرة الاستواء والموقع الفلكي، وهو كان حديثنا النهاردة بيأكد الموقع الفلكي ده منه دوائر العرض ازاي المنطقة هتبقى مناخها، بتحدد مناخها، هل هي قريبة منخفضة فتصبح حارة ام بعيدة ام تصبح باردة. طيب احنا لسه جايبين على الشاشة، يعني انا حاطط اهمية دوائر العرض اهو في الاجابة لسه على الشاشة، مكتوب رقم واحد ايه؟ تعالي نقرأ كده مع بعضينا. رقم واحد ايه؟ تحديد الملامح العامة لمناخ الدولة. يبقى تحدد الملامح العامة لمناخ الدولة، مين دي؟ دوائر العرض، يعني الموقع. يعني الراجل لما يناقش موقع الدولة وتأثيره على المناخ، هو قال كده في كتابه فعلا. انت عارفة يا أحلام، فاكرة ساعة ما كنا بنقول يا جماعة ناخد كل أعمال أرسطو ما نسيبش حاجة؟ هو أول حاجة في أرسطو قال لك إيه؟ عمل كتاب اسمه السياسة. اتنين، قال لك عناصر الدولة المثالية خمس، موارد وسكان وجيش وحدود وعاصمة، وركز على عنصرين. ها؟ وقال إن أهم عنصرين بيأثروا في قوة الدولة الموارد والإيه؟ والسكان، مظبوط؟ تمام. النقطة اللي بعديها يا أحلام، هو ده السؤال، إن أرسطو قال في كتابه أن المواقع الحصينة أو المواقع المحصنة والموقع الجغرافي والمناخ يؤثران في قوة الدولة. قوة الدولة، تمام. يبقى هنا ناقش أرسطو في مؤلفه السياسة العلاقة بين موقع الدولة الجغرافي وتأثير المناخ عليها ولا لأ؟ ناقش. أيوة صح. تمام. في سؤال ثاني. اتفضلي. تعريف رودريك كيلينج رودريك كيلين ايوه لجيوبوليتيك هو الاكثر تعبيرا عنها. لجيوبوليتيك ايه؟ ايه بقى؟ هو الاكثر تحديدا عنها. اكثر تحديدا ايه؟ تعريف رودريك كيلين للجيوبوليتيك هو الاكثر تعبيرا عنها. والاكثر تعبيرا عنه، اكثر تعبيرا عنها، عنها عن الجيوبوليتيك يعني. ايوه يا تمام. صح برضو ولا غلط؟ العباره صحيحه، لان هو قال ان الدوله عضو جغرافي بتستخدم قوتها في تحقيق هدفين، هدف داخلي الوحده والانسجام، والهدف الخارجي التوسع على حساب الدول المجاوره، وهو ده الاقرب لفكر الجيوبوليتيك. تمام. تمام. حضرتك بتقول ان كل دولة حبيسة، ايه ما سمعتش ازاي الكلمة؟ لا، كل دولة جيوب حبيسة. يعني ايه كلمة جيوب؟ جيوب يعني دولة تقع داخل دولة. دولة تقع داخل دولة. انا هديكي مثل، ادي خريطة افريقيا اهي، بص يا معانا على الشاشة، وادي لسوتو اهي، دي دولة جيوب تقع داخل جمهورية جنوب افريقيا، لا تتصل بالبحر، فأصبحت دولة جيوب ودولة حبيسة. لكن ليست كل دولة حبيسة جيوب. أثيوبيا أهي دولة حبيسة لكنها ليست جيوب. تشاد دولة حبيسة لكنها مش جيوب. ليه مش جيوب؟ لأنها ما تقعش داخل دولة. فهماني؟ مش محاطة بدولة يعني. الدولة الجيوب اللي هي دولة تبقى جوه دولة. دولة صغيرة داخل إيه؟ داخل دولة. تمام. طب حضرتك قلت ان المعلومات الاثرائيه النشاط ده مش بيجي في الامتحان. نعم. المعلومه الاثرائيه او النشاط او ابحث مش بيجي في الامتحان. مش بتيجي في الامتحان، لكن انت ذاكريها تبقي عارفاها. تبقي عارفاها لانها بتنمي مداركك يا احلام. لكن هي مشكله القصه للاسف الشديد احنا عندنا فهم خاطئ ان انا ما ذاكرش الا اللي يجي في الامتحان. لا، القصة مش كده خالص. يمكن حتى اتجاه الوزارة الحديث يا احلام واتجاه معالي الوزير ان هو ما يبقاش هو الامتحان هو ده الاساس والمقياس للطالب. لا، احنا عايزين نخلي طالب او يبقى في مواطن، مش طالب بقى، متسع المدارك، متسع الافق، عنده قدرة على التفكير الابداعي، عنده قدرة على حل المشكلات، عنده قدرة على اتخاذ القرار. فهنا المعلومات الإسرائيلية بتكون مهمة في توسيع مدارك الطالب والأنشطة كمان يا أستاذ.
تمام. هو ده اللي هتعتمد عليه الثانويه العامه الجديده على كده. هو لانها قالت في الحلقه الماضيه ان الاستاذ قال لها ان في المدرسه ان المعلومات الاسرائيليه دي مهمه يعني. اه هي مهمه ولكن مش شرط تيجي في الامتحان. تمام. شكرا حضرتك. طيب العفو يا احلام. طبعا الوقت مع حضرتك بقى يعني ايه يعني، ومع ابنائنا كان المفروض يعني يمتد اكثر من ذلك، لكن طبعا احنا مرتبطين بموعدنا. ابنائنا الاعزاء ان شاء الله هنلقاكم على خير في حلقات قادمه. نشكرك يا استاذ اشرف. شكرا استاذ احمد. انا بشكرك وبشكر ابنائنا الطلاب على تواصلهم واولياء الامور، بشكر القائمين على القناه لان هم بيقدموا خدمه للمواطنين في ظل الاعباء الماليه والاقتصاديه اللي موجود على كاهل اللي هو رب الأسرة. فطبعا هنا بنشكر كل القائمين على القناة والعاملين عليها في توفير خدمة لجميع أبنائنا في مصر، وإحنا تحت أمرهم دائما. وإن شاء الله يا أولاد جهزوا أسئلتكم، نلقاكم على خير في حلقات قادمة مع مدرسة على الهواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.